مستعد لأي شيء. أطلع نظام كود عرفت. أهلون يا أنه اليوم بيصير صياح يا رب. يا أنه اليوم بكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة الدي 45 في لعبة ستراند ديب. في نهاية الحلقة الماضية أول شيء شكرا على دعمكم وتعليقاتكم وحماسكم في هذه السلسلة. ختمنا الحلقة الأخيرة بمزرعة البطاط هذه كلها وجمعناهم كلهم في منطقة واحدة مثل ما شفتوا. تشك سريع الأكل والماء يباني أرطبه بعد شوي. الجراكل هذه يا شباب يعني خلف الكواليس جمعتها أو عبيتها كلها فل مثل ما تشوفون 100% كلها مليانة بترول هذه الأربعة. باقي هذا الأخير اللي هو الفاضي، لو تشوفون نسبة فوق 25%، البقية كلهم أربعة منهم فل يا حبيبي عشان رحلتنا إيش إلى البوسز ونستكشف. يا تكون نهاية اللعبة يا تكون نهايتنا. أول شيء المصانع هذه توه اللاعب يعني قام من النوم هو يجمع في هذا الجركل اللي جاي مع المصنع نفسه، فما تقدر تطلع هذا الجركل إلا لو كسرت ممكن يسترجع لي الجركل اللي موجود، وهذه حركة ممكن نسويها على فكرة. فالمهم نحط أربعة بطاط، الأربعة يعبون الجركل 100%، فلازم نجيب لك هذا الفاضي وتعبيه. شوف الحين زادت النسبة 100%، شيل يا مدير. طيب وبعدين يقول لك hold E to refill، تعبي الألابي. ايوه دقيقة، اي والله صفر حلو يعني المية بالمية كلها نزلت في الرافت موتر هذا الموتور، ففرصتنا نرجع نعبي. خلنا ناخذ من هذا، حلو هذا صفرناه يا رجال. كسر الجركان تكفى. ايوه حليله عندنا اثنين. دقيقة وين فاضي؟ واحد منهم فاضي لا تقص علي. اي هذا صفر صفر، خلنا نعبيه. هذا باقي فيه وهذا باقي فيه. شوف عبينا الحين 25% ونعبي هذا 75%، حلو استفدنا حصلنا له 75% زيادة وعندنا اثنين كلي. المهم لاني انا ناوي اطلع بالرحلة هذه ما ارجع الا خلاص يعني عرفت، بشل كل الأسلحة اللي أقدر أجهزها والمونة ونودع الجزيرة خلاص وداعية يا شباب. شوفوا ايش يصير معنا. دي 44 سيرفايفد قبل شوي ظهر لي، يا ليت معي شو اسمه الجراكل هذه جدا مهمة اللي تلعب اللعبة. هذا خمسة وهذا ستة، ستة معي راح أحطهم بأول صندوق هنا. أنا ما أعرف والله كم راح يمشينا هذا الفل، راح نختبره بعد شوي ونشوف. الكرود فيشنج هذا كله راح اجمعه، ما تدري البوس هذا اللي راح نقابله وش وضعه، ما تدري الاسلحة اللي راح نحتاجها. يكفي خلاص الديكور هذه الاسلحة حان وقت غطافها، على قول الشاعر اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان وقت غطافها. هذا الفخار بصنع منه واحد ثاني ونجمع فيه خمس، هذا شيل خمس. والبطاط برضه راح ينمو، عندنا 13 مزرعة تقريبا بطاط وأربعة من اللاشنج. اللاشنج أكسره وأخليه مكانه ما أجمعه، ما أنا بحاجته بس عشان أدخله في الدورة الثانية. شوف الكمية اللي عندي والله أشتاق لها الجزيرة هذه. وداعا أيها القرش، خلاص هذول كانوا مسلينا فترة ومزينين الجزيرة، بس الحين بحتاج جلودهم وبحتاج اللحم حتى إنه يفيدني في السفر. قطعت الاثنين اللي موجودين، هذا أخوينا هذا بخلي هذا اللحم اللي عليه الكلام. شوف ما شاء الله هذه واحدة مطبوخة كانت، تحس الحبل ما يشيلهم ما شاء الله تبارك الله. علق واحدة تحت، اللي يخرب يخرب بعدين مش مشكلة. والجلود عاد تشوفوني مثبتة فوق ريفايند سبير أقوى سلاح في اللعبة، راح أصنع اللي أقدر عليه. عندي 23 صخرة، انا منتظر نداء الحرب يا شباب. ايه والله بتوحشني هذا الجزيرة. كل اللي باخذه معي اكل وماي واسلحة، هذا هو نداء الحرب. سمعتوه خلاص شيل يا مدير، هذا اخر شيء كنت منتظره. طف النار طف طف، حتى وانا رايح توفير صندوق اللحيمات، اللحيمات الطيبة هذه ستة.
شوفوا يا اخوان، هنا عبيت كوكنت بيفيدني في الماي يعني في الاكل والشرب. هنا نبتدي بباي في حال وقفنا جزيرة تممنا ولا شيء، رغم اني ناوي اختم خلاص. باندج نحتاجه ضروري جدا، بزيده بعد شوي. ما تدري وش المصايب راح نواجه. وكشاف واكسجين لو البوس لازم ننزل له تحت ولا شيء ما تدري. وهنا الأسلحة اللطيفة الخفيفة مع الضوء. هنا صندوق المياه، هذا الأربعة ووتر سكن كل واحد فيهم ياخذ ثلاث، وهنا ثلاثة من الكوكنات كل واحد فيهم ياخذ شربة واحدة، وهذا الاثنين كل واحد خمس يعني 10 شربات لحالها. زبدة يعني لو تهت في البحر كذا ما عندي أي مشكلة أتمي سنة. وهنا البترول ستة، هذا السبيرز خفايف. هنا العيار الثقيل، ندخل في الأسلحة، سبير جن مع 23 طلقة. طبعا صفيت الجزيرة أنا كلها، ما عاد باقي أي مواد معي. وهذا كرود سبير عادي. وهنا أقوى سلاح باللعبة اللي هو الريفايند، 4 ضربات يقتل سمكة القرش. فبنشوف البوس اللي راح نواجهه. والله يا شباب معليش إذا أذيتكم بسالفة البوس، بس ورب الكعبة أني متحمس. وهنا فيه المزيد برضه، يعني لو تحسبون معي والله ما أدري كمية كبيرة، هذا 9 وهنا 16 يعني 25 ريفايند سبير و 23 سبير جن. يا رجال البوس بيخاف. هذا نفس نظام الدرينج، يوم تروح تطور شخصيتك اخر شيء بعدين تروح تواجه البوسز. انا هذا اللي سويته حاليا. دقيقة خلنا نعطيها سيف، وقبل لا نحرك ونجرب الموتر الطيب هذا نختبر سرعته. طبعا انا منتظر النهار، حلو 5 الفجر يعني بعد شوي بتشرق الشمس، سيفنا في وقت كويس. نرجع للماب. الله يا النغمة. اوكي اقرب بوس عندنا، اوف هذاك بعيد. الحمد لله اني صنعت شو اسمه ذا، ولا متى بنوصل؟ الحمد لله اني مجهز العدة، مع اني والله ما كنت حاسب حساب انها بعيد. وبعدين هذه السفينة اللي هي على حسب ما وصلتني من تسريب معلومات ان هذه فيها الطيارة اللي راح نهج من الجزر هذه ونرجع الى ام العيال، يصير عاد نفس الفيلم. المهم البوس هذا اللي اول واحد راح نروح له قريب مرة، وبعدين يعني بوصله على النهار، وبعدين بنوجه نورث. البوصلة لا انسى البوصلة، البوصلة والباندج، بعدين نرجع نورث، وبعدين نقلب الوست. صح ايه الوست اللي هو الغرب، وكذا نكون مختمين اللعبة هنا بإذن الله. ان ما ينقصنا اي شيء، لان جزيرتي مرة مرة بعيدة بتكون. وبسم الله. يا انه اليوم بيصير صياح يا الرب. يا انه اليوم بكي اهات. الله يستر. والله ما اعرف وش شكل البوس يا الرب. ده 46، ما ادري هو المعتاد الناس يختمون في هذه الايام، ولا انا مستعجل ولا متاخر، ما ادري وش السالفه. واذا كنت جديد على اللعبه انصحك اول شيء تدخل خيارات تطفي القراص، وهذا اكتشفت الحين في اخر حلقة ممكن في اللعبة، انك تطفيه بحيث انك تقدر تشوف البطاط وتشوف الشغلات الحلوة هذه اللي قدامي اللي دايما افوتها. والنصيحة الثانية انك تستعجل في موضوع البطاط، اول ما تحصل على طول ازرع يا عزيزي عشان لا تجلس تفرم فيه زي كذا متأخر. هذه مصانعنا كانت الجميلة، هذه الوداعية، اللوم اللي طلعنا الكلوذ، وهذا الجلد، وهذا البلانك الفيورنس. البريك كان جنبه بس كسرته على اساس اني بعدله، وخلاص ما احنا بحاجته الا لو تبغى تطور طابوق ما طابوق وتزين المكان. انا العريش ناسبني وخلاص قام بالغلط. الفيول ستيل طبعا المعروف لا يعرف، سويت منه 3 و3 كسرته عشان اخذ الجركل واستفيد منه. والسلام عليكم. هذا الكلوذ اللي بنحتاجه عشان نسوي باندج، نحتاج معاه لاشنج بسيطة. كم عندي كلوذ؟ 1 2 3 4. بنروح نشل الحبال من هنا. أعطني 1 2. الباندج أحس إنها أكثر شيء راح أحتاجه. ما شاء الله تبارك الله، 8 9 10 14 باندج. وها نحن وصلنا أعزائي المشاهدين إلى اللحظة المنتظرة، مغادرة الجزر هذه إلى الأبد وانتهاء السرفايفل. ونروح نمرمط البوسز اللي موجودين عشان نقدر نختم اللعبة ونطلع من هذا الجزر ونرجع إلى زوجتنا الطيبة اللي ما شفناها أساسا في اللعبة بس شفناها في الفيلم، وإن شاء الله إنها ما تزوجت وسحبت علينا زي الفيلم. ايوه هي البوصلة، وقته. واخيرا صنعنا المكينة هذه ونشوف سرعتها. ضربت خط يا شباب ورجعت اخذت الولي
والسباي جلاس. سباي جلاس جدا مهم المنظار عشان نقدر نشوف من مسافات بعيدة خصوصا في السفر. توقع هذا أهم وقت أنه يكون معي. غير كذا الولي هذا مخاوي السفر في الفيلم، فمهم جدا برضو. عطنا الهزة يا عزيزي. أول شيء اتجاهنا، بسم الله، دقيقة، البوصلة. قلنا أول شيء لو تلاحظون كان طريقنا على الساوث. نخلي النورث ورانا بالأزرق، اتجاهنا ساوث مع كسرة شوي يسار. يعني خلنا نختار شيء في السحاب تقريبا. ما عليكم الكروسير، هذه النقطة البيضة. شوفوا البوصلة نفسها، السهم الأحمر وين موجه، يعني موجه في هذا المكان، عرفت؟ فإحنا ساوث تقريبا على السحابة اللي هي يصقع هنا تقريبا، عرفت؟ لأن اللاعب حاذف يده شوي يمين. المهم بسم الله، توكلنا على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وداعا أيها الجزيرة. على فكرة خطنا الرجعة لنمر عندها، بس إن شاء الله ما نحتاج نوقف أساسا هنا. إنني أرى حاجة هناك، إنني أرى هنالك. أيوه وش يا أخي، اثبت. مشكلة هل... أها جزيرة صغيرة حق البوس. أوكي شغلت الليت بالغلط، توكلنا على الله. يعني المكان ما يضيع حق البوس، كان مرة قريب أساسا، وأنا موجه في السحاب ومدري إيش، أحسب إنه خط بعيد. بنضطر نتعود على المنظور هذا العكسي، كنا متعودين كذا، بس هذا راسه كبير. الله يستر منك. وش ذا قارب النجاة الأصفر بداية اللعبة؟ أيوه لايت هوك لوسكا ذا جريت. ذا جريت، الله يستر من ذا جريت. وين هذا؟ أيوه يمدينا ننزله من هنا. طف طف طف، وفر بترول. الله يستر. بعدين وش السالفة؟ وين الأسلحة؟ خلك من الكوكنت، وين الأسلحة؟ وعطنا أول شيء تهويشات الأسلحة الخفيفة، وينها؟ أيوة السبيرز العادي هذا كذا الساد، كثرنا منهم وبناخذ هذا النوع الثاني. عشان إيش؟ لا ندخل بأقوى شيء عندنا بعدين ننصدم. فير ما نحتاجه بسرعة قبل الليل يجينا. ساعة واحدة الظهر، يا ليل البوس هذا حق الظهريات. بسم الله. هلو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وش ذا خطبوط؟ والله إني دريت، والله إني دريت. أتوقع إني قلت خطبوط آخرتها. يا أخي معي أكسجين، بس ما أتوقع راح أحتاجه دام إني أقدر أشوفها من فوق كذا. بسم الله. وين 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 رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح يا قلبي؟ وين رايح؟ خربيته كم عين لهذا؟ وربي لا يمسكني ب ما يدمجنا على فكرة. الايم اختبص يا شباب، اقسم بالله ان الايم مع الخرشة يهوش يهوش. ما ادري انا جالس اتدمج ولا لا. اسمع اصوات. الا والله لاعب يتدمج، لاعب يتدمج. اوكي والله السبيرز العادي يدمجه يا اخوي. يلف، وخر شوي، عطنا مسافة اشوفك تشوفني يا بالحلال. اوكي نصل هذا راح. وين ماسكني هذا الحين؟ والله يخرب بيت جدك. بهيل بهيل، فكري فكري. ماسكني ترى، شوف عدد ال يا رجال مسخرة هذا. اما هل في واحد، اما هل في واحد، هل في واحد. الباندج، الباندج تكفى. وانا تشبي اخذت الاثنين باندج من الخرشة. ممكن اطبق الهيلثي افكت. وين اللحم الطازج؟ عطنا لحم طازج تكفى. انا الاكل مو بناقص، بس هذا وقته. ايوه هيلثي افكت حلو تكفى. ما يمدينا نشوفكم فوق يا اخي. المشكله داخل فيك. ايش البوس الغثيث؟ ما في قرتش من هنا ولا من هنا. كم سبير باقي لي؟ سبعة. هذا البوس الاول يا طيب، ما عندي اي مواد ثاني. شوف طلع الصوت. على فكرة يمديني اخذ منه يا اخي. تحس السهم يبعد بعيد هناك.
الظاهر انها ضابط جلتشه وشي كذا انه ما يصيبني ولا انا يبالي انتبه يوم اصقع هل ينقص ولا لا بني احس السبيرز لقيت لي صقعه خلاص بدخله بالعيار الثقيل الحين هذا المفروض ينهون حياته خرب بيتك ايوه ابلع ابلع مات خلاص تكفى السبيرز حقي خرب بيته اوبجكتيف كومبليتد واحد تروفي ايركرافت بارت وشو ايركرافت بروبلر بارت هذا حق الطياره يا الربع اوكي الحين يمدينا نصنع الطياره وانا اقول وش السالفه دقيقه هاي الاسم الحمد لله ان سبيرز رخيص كان يمديني اخذها والله كان يمديني اخذها هذا اللي غبني كان في فرصه دقيقه وين الستوري اتذكر كان في 3 كؤوس اي والله يعني 3 بوسز مثل ما ذا تروفي هاز بين ستورد عين الاخطبوط ما اريده خله وين كان خله هنا اللي بعده طبعا راح ارجع الجزيره اجمع لي كم من خشب عشان الرمح العادي وبروح للي بعده هلثي بس الخوف ولا كيف الوضع اي شكله خوف قلبه يدق مسكين مش متعود بزن الزمان طايح من طيارة في جزر مش تتوقع منه خلنا نشربه ماي نعطيه الهلثي ستاتس اول شيء هذه الربع جزيرة اللي هو صاحب الفيلم كان قالب غاربة عليه وين الوردة والله الوردة لسه معه الله يستر ان شاء الله انه هيلثي فل احاول اني ازبن تحت ذا جريت عبايه اخرتها عبايه تعالي يا عبايه شكله في لوت فلا تعطل نحشل كان مكاني ممتاز يا ايوه ابلع يا عباية ابلع خربت صرخته ابلع يا عباية لا لازم صقعتين عشان ما يجيني تكفى يا عباية تكفى وينك والله جالس هنا اقز مدري خرب بيت السبير يا اخي تحيه شيل السبيرز قبل تحيه ايركرافت انجن بارت حلو وصلنا الى الماكينه وراس مدري هذا الثعبان كبير الثعابين اوه يمدينا والله اذا طاح شويه سبيرز كذا بس وساخة والله وساخة الحركة هذه الحين نكسر الساعة 8 مدري الساعة 7 دقيقة كان النورث كذا اوكي يعني بنروح وست وتحتها بشوي كذا يعني 250 درجة على حسب البوصلة تقريبا ايوه صح مفروض تظهر لنا الجزيرة لو لاحظتوا في الخريطة فيه 3 جزر كذا زي المثلث والله المثلث هذا على طول البوس ساعة كم ساعة 5 بيجينا الليل بعد شوي ما ينفع نقاتل البوس هذه 3 جزر تقريبا البوس مفروض انه في هذه المنطقة بروح بسوي سليب والله المحرك هذا وصلني تقدر تقول 3 بوسس شوف ابن الذين اقصد البنزين اللي فيه السلام عليكم
بس أبي أنام لو سمحتوا. والله قرب الليل تعرفون الوضع خطير، وشلون ينام جنبهم ما بعرف. كراب، خلنا نجرب الأيام عليه وهكذا. وو أها، تشوف أصبعك؟ أشر على أصبعك. حليلة، والله أن الصيد طيب حتى في اللعبة طيب. خلاص آسفين اللي يجينا أبوه، نحاش النوم. السلام عليكم، ما حد شاف حد. سريري دقيقة. طيب الله يعطيكم العافية، أكرمكم والله ونعم الضيافة والله. هل في فل؟ بس خلنا نشرب. لا، وصلنا عند البوس. وات؟ قرش ثمانية يا بومك. اوه على احمر عاد من فوق. هذه مدينة قاتلة وانا فوق سفينة، وربي ايزي بيزي يا حبيبي. عطنا الرمح ذا مق، همشي لا يقلب هذا، تكفى لا يقلب البتاع. عطنا السوير. خلاص اذا ما استخدمنا السوير الحين متى نستخدمه؟ اللاعب عطشان، خلك عطشان لما تجيب راسه هذا. قرب يا ابو مق لو سمحت. تعال تعال يا ابو مق تعال، ما تعرف لعباتنا قروش. انا ما نشيت ربعك، ابلع ابلع وربي ايزي بيز من فوق القارب. ولا الباندج اللي مجهزهم 15 حبة. ما حد شاف، كت كت ابلع ابلع. خذ السبيرز هدية لك، هذا لسه ما رويتك سلاحي الثاني. ابلع، شوف هلثه كيف، طقتين باقي له. اجرب الاسلحة كلها عليه. استطاخ كف في النهاية. دقيقة 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 دقيقة. لا حد، لا بالله راح علينا. ايركرافت رادل بارت. اوكي هذه القطعة المفروض الاخيرة. يا ابو مق تكفى لطيح. راح علينا، فدا فدا راسه، فدا راسه دامنا ختمنا، فدا راسه. الا هذا المسكين ربي اكلها اكل محترم. هذا عليه شبك، في احد صاده وتركه القرش المرحوم، اخذنا بثارك. ما شاء الله الحوت. على فكره الحوت بعد موجود في الفيلم، معليش اذا ابثرتكم موضوع الفيلم، بس تعرف الواحد يوم شاف شيء كذا من قريب تم على باله. دقيقه الحين وين طريقنا؟ وين بوصله؟ خلنا نفتح الصوره اللي عندي. ايوه الحين نمشي بالضبط ساوث عكس النورث. ازهل، هذا الساوث، هذا الاتجاه على يسارنا باتجاه السحاب، بداية النقطة هذيك. والله رياح ما رياح ما هي فارقة معنا دام الوحش موجود. بتروله قرب يخلص، شد الوكالة علي له المروحة. اوه نسيت ما اسقيه، والله نسيت ما اسقيه، معليش استاهل احلى تونة والله. عيش يا مدير. أدري هذا شكلها جزيرة عادية، ما هو بسفينة ولا شيء، مع انه مرسوم في الماب جزيرة سفينة. توقعتها باخرة بتكون في وسط البحر. ايوه بدأت ترسم الشغلات. السلام عليكم. سبحان الله، دي 48 تقريبا 50 يوم انا في اللعبة ومختمها. بس شو الجلتش هذا اللي صار؟ لو هي مرسبة من زمان كان شايفها من اول الحجم هذا كله. دخلت شو اسمه في هذا. اوكي ما شافوا الجزيرة. الله لا يعمينا. حط غريضاتك هنا، خذ السويرقن، السرير ولي يمكن نهاية. خلاص خلنا نشيله. عطنا حبة تونة يا رجال، تختصرنا المشاوير. السلام عليكم يا اهل البيت. اول شيء سيف، هذا ينكسر بعد فيه. شت اللاشنق حقي يروح، والجلود مطور على الفاضي والله. الطمع عشان يا شباب، حتى وانت مختم ودك تلوت من جمالية اللعبة والله. ايوه استعد لاي شيء.
عطها نظام كود عرفت. هذا اللي مشتاق للشوتر من زمان من زمان عن الشوتر. اهلون وات خلص العرض السينمائي تعبوا نفسهم والله ثانيتين. اوه منطقة الاقلاع ريبير بلين انجن بوبليك بوبلير. اوه هذا اللي حصلناه البوبلير هذا. اها استوك اللي بومن انت مسافر يا ابوي. يقول يصلح الطيارة وحط اكل وماي وبترول. يا رجال ما بشرب شيء. خلنا بنحط الماي كله. واحد اثنين شربتين بس. وش ذا فاضي عندي. صب كله اللي فيه الخمسة عبى نص. هنا الاكل. ما ادري التونة يمدينا نحطها. التونة المفروض تعبي كثير. خربيت التونة تعبي كذا. يا رب ان اللي في السفينة معي يكفي. جو بارت. ابارت فروم فلاينج ميكانيك اوكي. الفيول هنا اوكي. اوكي انا ما احتاج اسلحة. خلنا احط اسلحتي هنا. هذا ولا احتاجه. ما ادري ليش حاطين لي اياه ممكن ما ادري. هذا اهم شيء هذا. هذا اهم شيء. المفروض يطلبونه هذا عشان يحشرونك نهاية اللعبة بما انه مرتبط باللعبة بالفيلم. خليني بجيب اغراضي كلها اللي تحت وارجع لكم. اوه الكوكنت صح والله بيفيد. بشيل الصناديق هذه كلها. الباندج محتاجه. الفيول فيول مهم شيل. اوكي شباب هذه الاغراض اللي جبتها من السفينة اللي اشوف منها فايدة. طبعا هذا بالغلط. الفيول تروفي هذا ما ادري ايش وضعه. الكوكنت ان شاء الله الكوكنت ينحسب في الاكل. تكفى والله ما ينحسب. اللحم اللحم اللي جبته سموكت بعد. تكفى الحبة كم. اوكي والله بيزيد لي نسبة طيبة. سبويلد سبويلد شت. طيب هذا اوكي. تونة حرام يا اخي. تكفى وصل. يا سلام لسه باقي معي ثنتين زيادة تونة. كوكنت ما يمشي. الفيول خلنا نعبي الفيول. هذا فاضي. شوف كيف داكن لونه. بخلي اثنين شوف ثلاثة يكفون ولا لا. اوكي كان محتاج اثنين. و الماي طالب مني ماي. هذا فاضي. الماي عندي تسع شربات. لا والله اربعة ضرب ثلاثة كم 12. اوكي موضوع الماي منتهين منه واضحة. هذا فضة. اوكي يريد ست شربات. هذا الاثنين فل. باقي هذه الشغلات اللي من البوسز تروفيز. بس يا رب عندي تروفي واحد بس. معقولة كان لازم انزل تحت مكان ما قتلت البوسز واخذ القطعة. هذه كارثة. هذه كارثة. ايوه هذا هو. حزبين ستورد نيور باك باك. لازم اجي اضغط عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا اخي خلاص اعطنا اياه من البداية. نجلس على واحد واحد. بسيطة يا رجال على ان شاء الله عشرة عشرة. هذا اخر واحد الحمد لله كلهم الحين معي. بس هذا مدري وش فايته اللي موجود من زمان. ايوة عرفت عرفت صح. هذا سلمكم الله. اذا ودك تصنع اللي هو الهليكوبتر. شوف هذا موجود. يحتاج بطارية. كل الشغلات عندنا في الجزيرة الاساسية. كان ممكن نصنع هليكوبتر ونطير فيه في اللعبة. تخيلوا العمق اللي موجود في هذا اللعبة. المهم هذه ثلاث شغلات. الظاهر هذه الدواسة والانجن بارت. الحمد لله. انجن فيكس. ايركرافت المروحة فيكس. الدين الثالث. البدل فيكست. ايش البطة هذه؟ المفروض يحطون وينه؟ I think it's done. ايه it's done. Go home. Go home يا ولي. Go home.
طيب سريري، صناديقي، أغراضي، سفينتي، نومة طيب قبل السفر، حبة تونة طيب، يمدينا ننام عشان نسافر يا أخي بالنهار، يمدينا ننام ليش ما ننام؟ نحتاج تركيز، نسوق طيارة بعد شوي، ما بشل إلا ولي. هذا على فكرة راسمه بدمه في الفيلم. Hold it to go home. Are you sure you want to leave? No, I am scared. أنا خايف. Save? Yes. Yes يا حبيبي. Yes. Yes. أيوة. إنها اللحظة المنتظرة يا أعزائي المشاهدين في 17 حلقة من هذه اللعبة. البطة هذه لازم يستبدلها بولي بس. حليلة. Hold E to start engine. هذا مفروض عنده الفوبيا من الطيران خلاص. جلسة المحترمين. Close cockpit. ها شبابي. Hold E engine. Engage. في شيء تحتها يحركها يمكن لفها. اوكي منصة الارسال يا عزيزي. ثروت الانجن الدعسة سير فيه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فإنا الى ربنا لمنقلبون. هولد إيت ولانش. اي 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 فوق فوق. انا ما اسوق ولا شيء. شوف القرش صاحبنا. سفينتي طيب اودعها. جزيرتي تكفى خطف فوقها كذا بس نسلم على الكراب والثعابين. هذه؟ لا. تلقاه يقول الله يخرب بيتها جزر على ابوها ايام. كم 49 يوم تقريبا مع النوم الأخيرة، يعني أقول 50 يوم بالضبط. تمام الكمال هو الكمال لوجه الله. 3 hours later بعد 3 ساعات صدمني طاح مرة ثانية. انتظرونا في الجزء القادم. صار ليل. اوكي اعطاني تروفي تروفيين. ظاهر في شيء نسويه. تمزح وربي تمزح. يحلم يحلم. نام هو يسوق. الله يخرب بيتكم. الله يخرب بيتكم. وربي تحية على هذه الخاتمة، على هذه اللقطة، على هذه الفكرة. هي ستراند ديب. وكذا يا شباب وصلنا لنهاية السلسلة. أتمنى أنها نالت إعجابكم. أشكركم يا بيم تيم على هذه التحفة الفنية صراحة، من أجمل ألعاب السرفايف اللي لعبتها. أتمنى أنكم استمتعتوا كثر ما أنا استمتعت. أشكر من تسمين القناة وشكر موصول كل من دعمني في هذه السلسلة وغيرها من سلاسل. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اشتاق لها النغمة.